رجعنا معكم احبائي، وهذا هو نبات الصبار اللي تحدثت عنه واللي قلت لكم بانه يعني شاهدته الان لاول مره في هذه الولايه، ولايه اريزونا، واللي ما كان موجود من عنده في ولايه تينيسي او مدينه ناكسفيل بصوره خاصه. طبعا هذا يعني يعتبر صغير، هناك يعني الكثير من النباتات اللي بتشبه هذا النبات ولكنها كبيره جدا، يعني تصل اطوالها الى 5 أو 6 أمتار على الاقل على يعني اللي شفناه لحد الان. خلينا نشوف شنو البقيه.